الملحنة والمغنية الفلسطينية رح تكون معنا هلأ لحتى نتعرف على ريم بنا، الفكر وراء هذه الموهبة. صباح الخير ست ريم، أهلا وسهلا فيك. نحن كتير بشرفنا أنك أنت معنا اليوم برؤية وببرنامجنا دنيا يا دنيا مثال. هالسيدة المثابرة صاحبة القضية والمنادية والناشطة للحرية، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، شكرا. موجودين نحن اليوم حضرتك يعني عندنا في الأردن لأنك مشاركة بملتقى المدافعين عن حرية الإعلام مع مجموعة من الفنانين. احكي لي شو قدمتي بهذا الملتقى؟ هو الملتقى يعني كان الافتتاح تبعته في يوم السبت، شاركت مع مجموعة من الفنانين في مداخلة الافتتاحية. كانت معنا الفنانة اللبنانية أميمة خليل، الفنانة التونسية أمال حمروني، والفنان السوري جلال الطويل. كل واحد منا حكى يعني ايش علاقته او شو كيف بيشوف الاعلام في صوته او في عيونه. انا اكثر حكيت عن يعني ربط الاعلام قديش عم بنقل الواقع فعلا، كيف هو بدون ما يكون خاضع لسياسات القنوات او اذا عم نحكي عن مواقع الانترنت كمان انه ما يكونش خاضع لسياسة صاحب الموقع. وكمان حكيت شوي عن تجربتي بزيارتي لريف حلب اللي كنت فيها مع قافلة الإغاثة الدولية حياة، واللي كانت تجربة كتير قوية بالنسبة لي، يعني تجربة كتير أثرت في واحدة من يمكن من أصعب التجارب اللي مرقتها بحياتي. فحكيت هيك عن شغلات اللي هي مش عم أنا ما شفتهاش بالإعلام، مش عم بنقله فعلا. يعني في معاناة النازحين السوريين اللي هي كارثية ومأساوية، يعني اللي ما شفناش هاي التفاصيل زي ما هي بالواقع. والملتقى بشكل عام فيه طبعا إعلاميين ويعني ضيوف كمان، كل يوم في جلسات بتحكي عن الانتهاكات اللي تمارس ضد الإعلاميين أو كمان كيف بيشوفوا الرؤية لقدام. فهيك ملتقى أنا تاني سنة بشارك فيه وكتير بحب أني أجي عليه، لأنه عن جد أول شيء كمان بستفيد يعني من الحديث في كتير مواضيع بتخص حريات الإعلام، حرية الإعلام وحرية يعني حرية التعبير، تعبير الإنسان بغض النظر يعني طبعا بأي مجال. ريم بنا، أنت رح تكون عندنا كمان الشهر الجاي ب 25/6 رح تشاركي بمهرجان موسيقى البلد ورح تقدمي من ألبومك الجديد، مش هيك فيها؟ صحيح. احكي لي عن مهرجان مشاركتك بهذا المهرجان. هو مهرجان موسيقى البلد، يعني مهرجان معروف في الأردن. تم دعوت لأشارك في افتتاح المهرجان هذا، يعني هذا العام أول مرة أنا بشارك فيه. فرح أقدم جزء منه، رح يكون أكيد من ألبوم الجديد، بس رح أقدم كمان من الأغاني اللي بيعرفوها الناس، لأنه في كتير ناس يعني عم بتحاول أو بتحب إنه تسمع كمان القديم، الإشي اللي بيعرفوه حتى يشاركوني فيه، لأنه الألبوم الجديد هو يعني فيه هيك خصوصية اللي يعني بقدرش أقدمه كلياته جديد، وبضل دائما الناس تحب تسمع الأشياء اللي بيعرفوها، بيكونوا متعودين صوتك و فب 25/6 يعني تعالوا على أكيد يعني رح تكوني بمسرح البلد. صحيح. أوكي. وبعدها طيب هلا وبعدها رح تكوني بالقدس ب 28/6، بعدين متوجهة لتونس، بعدين للنرويج، وعندك يعني رحلات طويلة هاي السنة مشاوير. هلا أنا حابة يعني دائما الناس بيحضروكي يعني عم توصلي للعالمية، لأنه دائما عندك كونسرت عم تعمليها. الكونسرت آخر واحدة عملتيها بالنرويج واللي هي كانت بشهر 12، اللي هي كان في أكثر من 2000 شخص من الحضور وكان بمصاحبة الأوركسترا النرويجية. احكي لي عن تجربتك وخبرتك بهيك لما بتعملي هالكونسرت بأوروبا وبالنرويج، خصوصا أن الحضور مش عرب. صحيح. هو كان يعني هاي مش مشاركتي الأولى مع الأوركسترا النرويجية، هن عملوا جولة عروض بفلسطين بالعام، يعني مش السنة الماضية، السنة اللي قبلها، وهاي السنة كمان عندنا جولة عروض بفلسطين مرة تانية. هي كانت آخر حفلة في السنة الماضية، بعدين أنا طلعت كمان خلال هاي السنة عملت برضو عروض. الشغل كان مع الأوركسترا كتير مميز، لأنه أول مرة بسمع أغنيات في أغاني اللي هي بتيجي شوي زي شعبية يعني أو راقصة هيك شوي،
فيها ايقاع، وكيف بتنعزف مع اوركسترا كلاسيكي يعني بالنظام الكلاسيكي يعني. توزيع الاغاني تبعهم كان كثير حلو يعني، جميل جدا هيك يعني، عجبني كثير الشغل معهن. كان حضور كان حضور نرويجي، وكان وتمت دعوتي من قبل بلديه تروندهيم. كان يعني كان في موسم عيد الميلاد عندهم، دعوني طبعا كمان لاني فلسطينيه ومثل يعني فلسطين في هذا الحفل. دائما دائما بشكل عام انا حفلاتي يعني اللي الناس اللي بتحضرها هي اذا كانت باوروبا بكون غير يعني اجانب، في طبعا بيجوا عرب او فلسطينيه، بس بشكل عام الحضور هو اجنبي. يمكن لانه الشركه النرويجيه اللي بتنتج يعني البوماتي بتوزع في اوروبا اكثر، ففي يعني بيعرفوني اكثر يمكن. مع انه الغنى باللغه العربيه هلا يعني كيف بتلاقي هيك تجاوبهم هلا، هم مش فاهمين الكلمات يمكن، ولكن متجاوبين مع الروح بفكر والموسيقى هن يعني غير التجاوب مع الموسيقى، هن كمان انه انا قبل كل اغنيه يعني مش كل الاغاني بس اغلبيه الاغاني انه بحكي شوي عن الاغنيه. مثلا ساره بحكي انه هاي قصه طفله فلسطينيه استشهدت على يد قناص اسرائيلي وبغنيها، او اغنيه للاسرى والمعتقلين. ف يعني عمليا بعطي شوي هيك صوره عن الاغنيه قبل ما اغنيها. واكيد الموسيقى كمان لغه بتحكي وبتخاطب اللي قاعد عم بسمع. يعني بنهايه الامر كثير بفرحني لما بطلع من اي حفله وبقولوا لي يعني بعض الاوروبيين انه يعني احنا منساند قضيتك واحنا متضامنين مع الشعب الفلسطيني. هذه يعني احسن رساله. صحيح. سامعينا هلا حابين نسمع منك اغنيه اللي هي كثير دائما بتنطلب منك وكثير الناس بحبوها، واللي هي يا طالعين الجبل. يا طالعين على الجبل هي اغنيه كانوا يغنوها النساء الفلسطينيات على باب السجن لحتى يوصلوا رساله للسجناء انه الليله جايين الفدائيه حرروهن، يعني اغنيه قديمه جدا. فكانوا يضيفوا حرف اللام حتى يموهوا السجان بالرساله اللي بده يوصلوها. فبرفعها للاسرى والمعتقلين الفلسطينيين العرب في سجون الاحتلال، تحيه ل يعني لنضالهم من اجل الحريه. يا طالعين عين الجبل يا مول المقيدين النار بين اليمن يامان عين الهنا يا روح ما بدي منك لكم خلعة ولا لا 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 بدي ملبوس بين اليمن يامان عين الهنا يا روح ما بدي منك لكم خلعة ولا لا 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 بدي زنار بين اليمن يامان عين الهنا يا روح يا طالعين عين الجبل يا مول المقيدين النار بين اليمن يامان عين الهنا يا روح إلا غزال اللي ذي جوين اللي كم محبوس بين اليمن يامان عين الهنا يا روح إلا غزال اللي ذي جوين اللي كم ميدوم بين اليمن يامان عين الهنا يا روح يا طالعين عين الجبل يا مول المقيدين النار بين اليمن يامان عين الهنا يا روح. الله، بالفعل دائما بتحسي روح المقاومه وروح يعني كل شيء بصير يعني بيطلع من فلسطين بيكون فيه واضح هيك روح المقاومه، وهذا شيء يعني بنحيي فيه كل الشعب الفلسطيني. شكرا. ريم بنا، حضرتك انت بنت فلسطين عايشه بالناصره، بنت الناصره وعايشه بالناصره من عرب الداخل، ولكن معظم حفلاتك عم بتصير بالضفه الغربيه بالقدس. كيف بتحافظي على الوصل بين الشعبين يعني العرب الداخل والضفه الغربيه؟ بالنسبه لي هن بتجزقوش، يعني احنا شعب واحد، مش بس بالنسبه لي بالنسبه لكل الفلسطيني، بتخيل انه الكل بفكر بهذا المسار انه احنا شعب واحد. احنا الاحتلال جزقنا يعني قسمنا وعمل هذا الحصار اللي يمكن بمنعنا من التواصل، يعني بمنع ابن الضفه يدخل على فلسطين 48، وكذلك الامر بالعكس يعني.
بحاول اكيد هو في له صعوبته يعني انه احنا بنجتهد عشان نقدر دائما نضل موجودين في الضفه طبعا. حتى قانونيا هو ممنوع يعني تواجد ابن فلسطين 48 في الضفه يعني في هو قانونيا ممنوع بس طبعا يعني بنروح احنا بندخل بشكل غير قانوني منحاول نحافظ على علاقة لأنه مهم أنه يضل هذا التواصل بيناتنا يعني تجسيدا لحقيقة أنه إحنا شعب واحد إحنا حتى الاحتلال يعني عاجز أنه يفصلنا عن بعض وبفكر هاي الشغلة هي اللي يعني اللي الاحتلال مش قادر أنه يكسرها عند الإنسان الفلسطيني مش قادر يكسر هذا التواصل مش قادر يكسر إنه إحنا شعب يعني صعب إنه يعني تنتسى ذاكرته وتاريخه وانتمائه ودائما بقول لهم إنه الإسرائيليين هن اللي عندهم النكبة إنه ما قدروش بعد 65 سنة إنهم يكسرونا يعني يعني أكيد في تواصل دائم مع الضفة وأكيد إحنا يعني كفلسطينية في 48 يمكن فينا نتحرك أكثر فكتير مهم إنك توصلي يعني صوت ابن غزة والمحاصر اللي يعني هن في شبه يعني جيتوهات أو يعني زي سجون يعني محاصرين غير قادرين إنهم يطلعوا خارج غزة أو حدا يدخل حتى على غزة فكتير مهم إنه يوصل صوت الإنسان الفلسطيني المحاصر لبرا فممكن أنتوا تكونوا الأداة اللي ممكن توصل صوته يعني إحنا حرية بالتحرك شوي أكتر أقل إشي يعني لازم ينعمل أكتر يمكن لأنه ابن الضف شوي أصعب إنه يعني يتحرك بسبب الحصار وبسبب الاحتلال بس بنهاية الأمر كمان إحنا مش مستسلمين لهذا الإشي يعني إحنا بنحاول إنه لا هو كمان لازم يطلع يعني هو كمان له دور وله الحق بإنه يعني كمان يعني يبرز إبداعه وفنه للعالم رح نيجي هلأ لألبومك الجديد اللي هو أطلقتيه بشهر 1/2013 واللي هو الألبوم رقم 12 لإليك واللي هو تجليات الوجد والثورة عم بتقولي لي فيه إشي جديد أول مرة بتعمليه واللي هو أول مرة بعمله أنه أول مرة بشتغل على قصائد صوفية يعني أنه أشتغل على قصائد الحلاج ابن عربي رابع العدوية ابن الفارض يعني كان تحدي كتير كبير لإلي لأنه أنا الموسيقى اللي بقدمها بتلحين اللي بشتغل فيه يعني بالمجال اللي بشتغل فيه هو أسلوب يعني حداثي يعني مش موسيقى شرقية عربية كلاسيكية بالمعنى بالمفهوم اللي إحنا بنعرفه فكيف بدي أقدم هاي القصائد الكلاسيكية كتركيبة يعني شعرية أيوة. بدي أقدمها بطريقة حداثية بالموسيقى فهون كان التحدي بفكر انه يعني كان في هذا الشيء اللي انا سعيت له انه يتقدم بشكل حداثي والناس شافوا انه هذا الالبوم كان شيء كتير جديد غير عن اللي اشتغلته سابقا وتحدي كتير كبير انه كيف بدنا نسمع قصائد يعني صوفيه بهاي النمط الموسيقي الحداثي طبعا وجود بوغي وزلتوفت كان له تأثير كمان كبير اللي هو الموزع الموسيقي اللي هو النرويجي العالمي هو اللي يعني أنا استضفته في ألبومي هو فنان عالمي وبيشتغل جاز وبيشتغل إلكترونيكس وهيك يعني في إشي كتير حداثي قدمه في الألبوم واللي بيميزه كمان اللي بدي أقوله فيه كمان قصائد لثلاث قصائد لبدر شاكر السياب للعراق في كمان قصيدة لمحمود درويش في قصيدة لراشد حسين شاعر من شعراء المقاومة الفلسطينية في كمان قصيدة باللهجة التونسية كتبها مناضل تونسي عمار عمراني كتبها تحت التعذيب في سجون أيام بن علي فقدمتها تكريم للثورة التونسية اللي هي منبع الثورات العربية والإشي المميز كمان الألبوم إنه تسجل في عدة بلدان بفلسطين بتونس أو بالنرويج وشاركني فيه موسيقيين من فلسطين وتونس وأيضا من النرويج حلو كتير حابة أسمع إشي من هذا الألبوم شو بتنقي لنا منه
بسمعك هيك مقطع من الحلاج. عجبت منك ومني يا منية المتمني، عجبت منك ومني يا منية المتمني، أدنيتني منك حتى ظننت أنك أني، أدنيتني منك حتى ظننت أنك أني. هاي مقطع من ال يعني كثير حابه اسمعها مع الموسيقى لانه حضرتك بتلحني كل الاغاني تقريبا اللي كلها دائما كلها. غنائك وتلحينك في الالبومات السابقه لا، بس هذا الالبوم كان شغلي لحالي يعني كان عشان هيك كان تحدي كبير بالنسبه لي، وعشان هيك اسمه كمان تجليات الوجد والثوره، مش بالضروره الثوره يعني اكيد في لها علاقه بالثوره اللي احنا عم نعيشها، بس هي كمان الوجد تبعي يعني، وكمان الثوره على حالي وعلى كل المفاهيم القديمه اللي كنت عايشتها يعني. فهو كان هذا التحدي بحد ذاته هو وجد وثوره يعني، مزج بين الحب والثوره والتمرد. يعني الحكي معك ما بيمل منه الواحد ريم بنا، لانه يعني لازم الواحد دائما بحس اي موهبه بتطلع من بلدها وبتوصل للعالميه لازم الواحد يعرف شو الفكر والفلسفه وراء هاي الموهبه، ونحن اليوم تعرفنا على جزء يعني هيك صغير من ريم بنا، فبتمنى لك التوفيق واهلا وسهلا فيكي بالاردن، واحنا بنستناكي ب 25/6 بمسرح موسيقى البلد، ومن بعدها تنطلقي لجوله ثانيه مستمره بالعالم. شكرا ريم بنا واهلا وسهلا فيكي. شكرا لك.